السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحفتوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في عدد جديد من برنامجكم وصاتني جداتي. وصاتني جداتي وقالت لي: ما ينفعك في الضيق غير دراعك، وما يوكلك لحلو غير صباعك. فمن أراد الارتقاء والعلو في الحياة الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يتحمل مسؤولية أفعاله ويعتمد على نفسه في كسب قوته ورزقه اليومي، وعدم اعتماده على غيره من الناس واستعطافهم وتسول عاطفتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم بحبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا العدد من برنامجكم وصاتني جدتي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.